احنا معانا مكالمة استاذ سامر. استاذ تامر ده جار محمود اللي هو كان ضحية الشهامة، كان بيدافع عن واحدة. استاذ تامر ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا بك يا فندم. البقاء لله يا فندم. قول لي كده، حصل ايه مع تامر؟ مع محمود. مع محمود، انا اسف. والله محمود كان موجود في الشارع، فقابل شاب كده بتاع 21 سنة بيعاكس بنت في المنطقة، فراح له اتكلم معاه ان دي جارتنا ومشقوق، يعني مش هينفع كده. فقابله طبعا التاني برد فعل مش كويس قدام الناس، والناس كلها شاهدة بكده. فبعد كده حصل مشادة ما بينهم، ان ازاي انت بتكلمني كده، لان الواد اللي هو موت محمود ده اصلا كلهم بتوع مخدرات معروفين في المنطقة. ايوه. فبعديها الناس مشوا محمود وخلاص، والبنت مشيت. محمود راح فطر مع الناس، اصدقائه اللي هو بيقعد معاهم، وهو بيشرب من الكولتير. بعد ما فطر لا ده داخل عليه هو وعمه اسمه هاني. والمفاجأة اللي هاني دوت لغاية دلوقتي ما اتحطش في القضية كمحرض، ولا هو ولا المحامي اللي كان معاهم اسمه وليد الكتاني حاجة زي كده الكيلاني. والفيديو جايبهم وهم رايحين، هاني قال للواد روح ارضي نفسك واداله مطوة. الواد راح رايح مديله المطوة في رقبته من ايامه ما كان وقتها على طول. يعني ده ازاي؟ لا ده تاني يوم، يعني في نفس اليوم بعديها في نفس اليوم. طب استاذ تامر، احكي لنا اكتر عن محمود، كشخصيته كانت عامله ازاي؟ يعني كان بيتعامل مع الناس ازاي؟ محبوب في المنطقه؟ يعني اكيد حضرتك جاره، يعني اكيد عارف عنه حاجات كتير. والله انا من غير ما احكي الفيديوهات بتاعه تشييع جنازه محمود، أيوه. والناس اللي كانت بتبكي في الشوارع كلها هي اللي هتحكي عن نفسها. محمود طوب الارض هنا كان بيحبه محمود، الناس كلها تقريبا محط له في الشوارع وعلى التكاتك صوره من حبهم ليه. محمود الناس كلها بتتكلم ان الناس دي لو جت المنطقه اللي هم اصحاب محمود وجيران محمود بيتكلموا الناس دي لو جم المنطقه هم مش هيسيبوا حق محمود من حب الناس دي لمحمود. مشكورك. على فكره محمود والده متوفي من سنه، وهو اكبر اخواته، عنده ولدين وبنت. ومحمود هو اللي كان بيصرف على اخواته يعني. وطبعا انا بشكر الضباط بتوع اسمه بصراحه، هم عاملين مجهود يعني بما يرضي الله كويس. اشكرك يا فندم.